repeat problem 612 but with a steady torsional stress 138 يعني سيجما ام والالترنيتنج بيندنج ستريس سيجما اي بسكست 9 ميجا باسكال وهنشطب على القيم بتاعت 612 خلاص كده نقدر نحسب عندنا الاي اقدر اقول سيجما الاي داش اللي هي الماكسيمم ديستورشن انرجي بتساوي السيجما اكس تربيع سيجما اكس سيجما واي سكويرد 3 تاو اكس واي تربيع اس نص وزيها السيجما ام داش سيجما اكس تربيع اكس واي واي تربيع وتلاتة اكس واي تربيع كل اس نص. بالنسبة للاي هناخد هنا 96 وده بصفر يطلع 6.9 ميجا باسكال هنا كله بصفار في شلة تاو اللي هو الام 138 في 3 يبقى 138 جذر 3 هنا تربيع ودي 3 يطلع بالجذر يبقى 239 ميجا باسكال. بالنسبة للستاتيك فاكتور اوف سيفتي هنقول ان السيجما اي مع السيجما ام بتساوي الاس ييلد على الان اذا الان هتساوي الاس ييلد 413 69 مع 239 يعني هقول 413 تقسيم 69 زائد الانسر اللي من شوية 1.34. بالنسبة للثري فورمولاز هنقلهم من الكتاب قدامكم جودمان عندنا الفاكتور اوف سيفتي ان اف هتساوي 1 تقسيم السيجما اي على الاس اي زائد السيجما ام على الالتيميت تنشن. تعالوا نعوض الالتيميت تنشن بخمسة خمسة واحد والانديورانس 276 والاي ماكسيمم 69 والام 239 يساوي هقول 1 تقسيم ونفتح قوس كده حلو 69 على 276 239 تقسيم 551 فطلع الفاكتور اوف سيفتي 1.463 كافي كده. بعد كده جيربر الفاكتور اوف سيفتي بيساوي نص التيميت تنشن على سيجما ام الكل تربيع وسيجما اي على اس اي في ماينس واحد زائد الجذر التربيع الواحد زائد اتنين سيجما ام اس اي على اس التيميت تنشن في سيجما اي الكل تربيع وطبعا شرط ان سيجما ام مش بصفر هو مش بصفر بمتين تسعة وتلاتين والاي تسعة وستين والالتيميت خمستين واحد والاي اتنين سبعة ستة خمسة خمسة واحد الام اتنين تلاتة تسعة الاي ستة تسعة اتنين سبعة ستة يطلع نص في خمسة خمسة واحد
تقسيم 2 3 9 كل تربيع ضرب 6 9 تقسيم 2 7 6 ضرب، نفتح قوس ماينس 1 زائد الجذر التربيعي 1 زائد، نفتح قوس 2 في 2 3 9 في 2 7 6 تقسيم 5 1 وتقسيم 6 9 ونقفل نقول تربيع ويساوي 1.735. آخر حاجة أسمي إليبتك، وناخد الفورمولا من الشيت اللي عندك في الامتحان، طبعا لازم يديهولك او لازم تبرشمه، عيني عينك كده صعب تحفظ يعني سيجما ايه على اس ايه الكل تربيع. انا في ناس عندها قدرة على الحفظ، مش انا طبعا ولا انت اللي بتسمعني ولا انت، اكيد مش انت يعني. هيساوي الاس يلد 4 1 3